ده مثلا وحشتنا مثلا ولا ايه الاحساس ده؟ وحشتكم والله العظيم انت وانتوا لما قلت لي وحشتوني سنه والله. ونص، انت لما قلت لي سنه ونص، سنه ونص ده انا حاسس ان انت بقالك زمن. طب انا اقول لك حاجه، لما بلعب ماتش كويس مع مصر المقاصه وبنكسب، والله العظيم جمهور النادي الاهلي بيشجع مصر المقاصه. ايوه ولما بكسب ماتش او بعمل ماتش كويس وانا ماشي في الشارع، الناس اكن انا كنت بلعب مع النادي الاهلي امبارح، والناس فرحانه للنادي الاهلي كسب. طب احنا لما المقاصه بتكسب لا ده فعلا والله هقول العظيم. لك، احنا واحنا بنلعب المقاصه الناس بتقول يا رب نجيب بس جون واحد في احمد عبد الله ونطلع 1-0. ايوه ما الجمهور لازم يكسب، ما ينفعش ما يكسبش. لا يعني بس برضو بص، يعني مع انها ما فكروا تحصلش فيا، بيفكروا اللي هو فيا. 1-0 يعني ويجي كده، ايوه واخد بالك؟ لو ما يبقى يبقاش نجم غلط. الماتش بس نكسب برضه. اكيد سمعت انت الكلام سمعتها ده. والله، سمعتها في حب الناس بفلوس الدنيا والله العظيم احمد، هتعرف الحمد الكلام ده لله. بعد ما تبطل. بعد ما تبطل يعني انا لعبت في النادي الاهلي سنه خدت 5 بطولات، عشان بس الناس تتكلم عن البطولات. انا انا مش عايز سمعتك في ادخل ال احمد عادل في القصه دي خالص. ايوه يعني وانا قلت انا عديت من النادي الاهلي، بس يعني عديت كده خدت 5 بطولات، وخمس بطولات في سنه، وانت اكيد ما شاء الله انت خدت كام بطوله؟ انا واخد حوالي 25 بطولة، ماشي يا جماعه يعني 25 بطوله 5 افريقيا بالسوبر يعني. انا خدت 2 دوري و2 سوبر وواحد سوبر افريقيا، وانا بس كده.